عن التسلح. اسمعي هاي دي تفاصيل دقيقة تفضل. اللي حصل برئاسة الوزير جبران باسيل عن التدريب والتسلح بمطعم لومارين، واللي صاحب هذا المطعم صار مسؤول أمني وشغلته يعمل تدريبات مع الوزير باسيل، غاب عنه من حلفائهم تيار المرضى، ما قبلوا يفوتوا بهذه اللعبة معهم ربما لقلة الثقة فيهم، بس كان حاضره طوني منصور اللي هو مسؤول بالحزب القومي السوري بالكورة، كان حاضره ممثل عن حزب الله من صغارة المتاولي اسمه بالتحديد انا ما بعرفه، بس هو المسؤول العسكري عن حزب الله بصغارة المتاولي، وصهره للشيخ رضا اللي هو مسؤول بضيعة اسمها رشكيدة عنا بوسط البترون، وكان صاحب اللومارين بكفي الأسامي كفي، وكان في عميد متقاعد ورائد، شو اسمه؟ عميد متقاعد ورائد بالدرك بعده بالخدمة اليوم، إذا في لزوم وحدا رد بقول أسمائهم. جربنا نتواصل مع معالي الوزير جبران باسيل لحتى نعم. يرد على او نساله عن هذا الكلام يلي قلته. بدك تسمح لي اني انقل الرد يلي ردوا علي برحابه صدر، سمح لي اني انقل عن لسانه الرد بانه هو لا يعرف شيء عن هذا الاجتماع باللومارين يلي حضرتك حكيت عنه، وما كان موجود وما ترأسه لهذا الاجتماع ولا بيعرف شيء عنه. بالاذن رح نقول الاسامي. تفضل. والاجتماع امني ورجع صار من بعده تدريبات، بالإضافة للي ذكرتهم واللي هني طوني منصور وممثل حزب الله، كان في فيليب زعني اللي هو صاحب اللومارين واللي من 23 كانون عندما قتل رياض أبي خطار بلش يشارك، بس مش هو نطلق النار على رياض أبي خطار تما انفهم غلط، غيره، وجوزيف متى وطوني سليم اللي هو مسؤول الأمن عند جبران باسيل، وكان في العميد المتقاعد عبد النور، وكان في الرائد اللي بعده حاليا بالخدمه وبزق لهم سلاح سيارته عند لزوم ملحم نعمه. وهذا اجتماع ما كان على غدا، هذا كان اجتماع للتحضير لتدريبات، لانه مطلوب منهم انه يفتعلوا اشكالات امنيه ردا على الانهيار اللي عم يشهده النظام السوري. رد المسؤول في الحزب السوري القومي الاجتماعي في الكورة طوني منصور على اتهام النائب أطوان زهرة له على تدريب وتسليح مجموعات. أنا هلا أستاذ أطوان على الهواء بدي أعطيك خيار، أستاذ طوني منصور معنا على الخط، بتحب تسمع رده ولا لا؟ لا. لا. طيب، فإذا أنا بختم حلقتي معك وبدي اخذ مباشرة اتصال من الاستاذ طوني منصور يلي عمليا هو ورد اسمه في لائحة الاسماء يلي ذكرها استاذ أطوان زهرة. اجتمعتوا كم شخص في هذا المطعم ولا لا؟ بس يدليني وين المطعم؟ وين هذا المطعم؟ يعني ما بدي اقول صور، تروح نتغدى فيه بركي طيب يكون ضيقه هو. المطعم كله ما بعرف وين. والمعروف الوزير جبران باسيل يعني يا ريت انه نوصل له، عندنا مشاكل بالانترنت هون وبالواحد بركي بيعمل لنا واسطه. بطل وزير اتصالات عن الوزير جبران باسيل. اذا عندك مشكله بالكهرباء بدك عنده واسطه معه، حمله مسؤوليه كل شيء هو، طب يحط لي اسمي بهيك قصص، حمله مسؤوليه سلامتي الشخصيه بكل شيء.